لانه ما عنديش من الفيديو لاني سبحان الله بقى تحت الفيديو ياتي معايا احنا على قدنا والله الحمد لله ده بس والله لو كنتوا تدوروا ما تلاقوا احسن من الصحه دي في الدنيا كلها. الصحه دي كان اللي عايز يروح ويشوف الصحه ويشوف كل حاجه يروح مستشفى الاورام اتفرج هتيجي من هناك والله تارك الدنيا كلها. يعني بص احنا بنعمل بس ان ربنا يسترها بس معانا كامله بالسلف واحنا بس نخش على الفسيح ده ميك اب ربان اوعى شقه ما بنشتريلوش حاجه من بره ايه من عند الله شقه بس كده ايوه انا من زمان حاجه ما قلتش بقى لا ميك اب رباني ولا قلت حاجه. يعني الناس قاعده تقول لي انت ما عملتيش فيديوهات طبعا انا بقى قلت لكم انا عندي برضه السلام حاجه كده لا تاكل عظمايه ولا حاجه تعملوا سندوتشات وخلاص تقعدوا بالليل كده وتجيبوا شويه البصل والعيش والليمون يعني بالليل يلا اعمل لكم بقى حتت كده عشان تحطوا الحته في السندوتش شفت عشان ما تعكوش ايديكم خالص شوف حاجه كده احنا 22 بقى فلازم في تركيه وكده اه شفتي بقى التركيه الله يرقاكم ده فسيخ مش جيليا ده فسيخ مظبوط مستوى على نار هادي انما التاني بقى اللي بيبقى الناس اللي بتاكله الدلع قوي ده ما اعرفش بياكلوه ازاي انا بحبه على ايه حمام هام ريحته حلو خد مجهوده يلا كل واحد وجوزها يشرح لك على الزيت يبرر خلاص يلا خد انت دول ايوه تحت دول طعمه جميل ايوه لا مش معنى ايه وين حد حد ايه ده حد سين ده كده ايه حلو الله طعمه ده بقى بالبصل كمان تطلع في السندوتش وده وتريح انخيخك كده والسمين دي خساره تعمل لهم علبه شباب زي العسل بحب الشباب ذوق قمر كل ده الكليه بس واحد بينجح في الكليه بيعزم صاحبه بيقول له من عندي اشرف اهو اشرف والله خلينا اعزمكم يا جدعان يعني انت اللي هتعزم سبحان الله هتنجح بقى هو نجح لا نجح بس شلت ماده سيح بقى سيح السلام عليكم الحمد لله يا رب فلان كده شوف سنياني كنت شايفه ما شاء الله حاجه كده ولاد الحرمزه مش حاجه الله يمنك الله الله قول الله يا اشرف الله انا راجع ليه لما اقول الله ميكب رباني بص انت حاجه كده بتدك لوحدها ده دي شكلها حلو دي جميل المهم بقى احنا في سخان البحار ده بروح امام مدرسه الصينيه مالناش فروع اخرى يعني يا جماعه الفتره اللي انا قعدت ده دي ما بعملش فيديوهات تاني والله العظيم انا قاعده يعني ماليش مزاج اعمل حاجه والله انا ليه مزاج بس الحمد لله احنا احسن من غيرنا الحمد لله على ربنا بيجيبوا كل ده ما تدينيش احنا خلاص هتبقوا دكاتره؟ وهتشوفوا عليا؟ هتعالجوني؟ ده يا ريت يا ريت امال انت كل ده بصي علاج طبيعي لا يهمش هتنفع برضه ايوه هيثم لا ليك عوز انما ده بتاع تجاره حسابات انت حسابات؟ ايه مش هتنفع في البنك برضه انما ده بقى لا اي حاجه تحت الكوبري ده عسل انت ماشي 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 نخلص البس بس مع حاجه الدكتور ده قد الدنيا ده الدكتور انت مش عارف انا الدكتور اصلا يجي عليك ده جينا تمام ما لحقش وربنا لا يخلي ام احمد تشفيك زي ما بتعمل شفيك ده احمد باش شكله كده كوليكتور لا والله اشوف يا جدعان يا جدعان ايه فرق احمد اسمه فتحي بصي بقول لك ايه؟ نجيب الفيديو وشيريه هو بصي. انا هعمله اهو ده انا شايره على كل شيء. شايره اعمل له قبل الشهر بتاع الشباب ان شاء الله. بقى انا عملت لكم علبه تحلفوا بيه. ليه؟ ايوه.